أمام ثلة من حفالي الثقافة والفكر والأدب، هذا العمل الروحي الصوفي الذي له علاقة بفكر عم كل أقطار المسلمين وشاع من المغرب خصوصا عالم كثيرا، وكان وعاش بالمغرب كثير من الشعراء الذين سوف نتغنى بأشعارهم، من أمثال الشيخ الأكبر مولانا محي الدين ابن العربي الحاتمي والشيخ أبي الحسن علي الششتري والعارف الكبير أبي عبد الله سيدي محمد الحراق الحسني والعارف الشهير أبي عبيد الله سيدي محمد الشرقي دفيني أبي الجعد وكثير من هؤلاء الصوفية ربيعها العدوية الصوفية الشهيرة التي كانت تعيش في أواسط القرن التاسع الميلادي والتي عبرت بكثير من المعاني بمعاني ودقائق الحب عن حبها للحق عز وجل، وهو ما جعل الشيخ الأكبر مولانا محي الدين ابن العربي يقول بأنها أعظم من عبر عن الحب الإلهي فاقة في هذا التعبير لغاية زمانه كل الرجال. سوف نتغنى بأشعار هؤلاء وألحان كبار الصوفية الأندلسيين والمغاربة، ألحان أخرجناها من خزانة التاريخ وقدمناها مرارا في محافل عديدة في كل قارات العالم. الآن سنقدم أول القصائد التي سنغنيها، قصيدة أبي الحسن أو مقطعة أبي الحسن علي الششتري، جمع الله شتاتي وتوالت فرحاتي، وغدا محبوب قلبي عين ذاتي وصفاتي، يا سروري وانتعاشي ويا دوام حياتي، لست بعد اليوم نخشى آمنا من سلب مهجة، فاز من خل الشواغل ولمولاه توجه. سماع طيب وشكرا. Thank you.
جامع الله شتاتي.
ذلك الفتح بما ولو فهموا دقائق حبنا كفاهم في صبابة اختبارا ولو فهموا دقائق حب إذا يبدو امرؤ من حيلينا إذا يذل له وينكسر انكسارا إذا يبدو امرؤ من حيلينا يذل له وينكسر انكسارا Oh,
انكسارا. ولولاها لما أضحى ذليلا. ولولاها لما أضحى ذليلا. يقبل ذا الجدار وذا إلى أن صار غيبا في هواه يشير لغيرها لغيرها ولها Thank you.
ارحم.